تكلم في الخليطة تبين حجم الاتحاد السوفيتي حتى 1991. أراضي شاسعة أكبر من أمريكا والصين معا، وتعداد سكاني 209 مليون سنة 1959، ووصل إلى 290 سنة 1991. دولة كبيرة بمعنى الكلمة، وعلينا أن نعلم كيف حقق الاتحاد السوفيتي التقدم النووي. لو نظرنا إلى الأرقام نجد أن أمريكا حققت التفجير النووي سنة 1945، روسيا بعدها بأربع سنوات حققت هذا الإنجاز. أربع سنوات، الكل كان متوقع أن روسيا سوف تحقق ذلك، ولكن ليس بهذه السرعة. لو جينا بصينا بالتفصيل شوية هنلاقي أن التفجير النووي الأول، القنبلة الهيدروجينية الأمريكية سنة 1952، وفي الحقيقة ما كانتش قنبلة، كان إحنا تلقب بما يسمى ديفايس، يعني حاجة جهاز بيفجروه عشان يثبت بس نظرية هذا الجهاز، لكن ما كانتش قنبلة بمعنى الكلمة، تحملها طيارة وتقدر تسقطها، وزنها 50 طن 60 طن. يعني روسيا أول تفجير نووي ليها هيدروجيني 1953. هنا وقف العالم مستغرب، وده أدى إلى موجة من المعلومات إن القنبلة الروسية ليست روسية ولكنها مسروقة. جواسيس روسية في إنجلترا وفي أمريكا جوه المشروع الأمريكي نفسه مانهاتن، وهناك من يقول انها ان كل المعلومات الخاصه بالمشروع الامريكي من تصميم القنبله، تصميم المفاعلات النوويه الى اخره الى اخره، تم تسريبه الى روسيا. روسيا اعترفت بفضل بعض هؤلاء الجواسيس، عملت لهم طوابع بريد، لكن فعلا هل نستطيع ان نقول ان القنبله الروسيه هي قنبله مسروقه؟ هل الفضل يرجع للجواسيس؟ عشان نجيب على هذا السؤال يجب أن نعلم خلفية البرنامج الروسي إيه. طيب، البرنامج الروسي أو النهضة النووية السوفيتية ممكن أقسمها إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى ترجع لعام 1900 إلى 1917. المرحلة الثانية تأسست، هي تأسيس المؤسسات الأكاديمية والفيزيائية والنووية، ثم المرحلة الثالثة وهي التركيز على البحوث النووية. ونحن نعلم أن في هذه الفترة، فترة منتصف الثلاثينات، كان هناك بحوث أوروبية النيترونات والتفاعلات النووية، وده انتقل إلى روسيا. ثم بعد كده مرحلة اتخاذ القرار في أواخر 1945، لأن روسيا ما اتخذتش قرار إلا بعد سقوط قنبلة هيروشيما. ثم بعد كده التجربة النووية سنة 49، ثم القنبلة الهيدروجينية. المرحلة الأولى هي مرحلة فردية لعلماء، مجهود علماء ومعامل متناثرة، ما فيش ترابط بينهم، وكان التركيز أساسا على مصادر اليورانيوم. نعلم أن اليورانيوم قد تم اكتشافه من فترة طويلة، وبالتالي اهتم العلماء بهذا الموضوع، وتم بقى إنشاء جمعية خاصة لاستخلاص وتشجيع البحث عن العناصر النادرة سنة 1908، واهتموا كذلك بالبحث في مناطق سيبيريا. ثم كان الطريف هنا أن أحد العلماء أرغموه أنه يترك الجامعة سنة 1911 لخلافات مع وزير التعليم، خلافات مع الحكومة، فحاول بعض الأغنياء إنشاء معمل له. هذا المعمل أصبح فيما بعد معمل مشهور جدا سنة 1938، وأحد الأسس للبرنامج النووي الروسي، وهو اللي أوكل له تصميم أول قنبلة هيدروجينية روسية فيما بعد لبيديف، الذي وهذا المعهد عمل بين جدرانه علماء كبار
حصلوا على العديد من نوبل كذلك في الفيزياء. لكن روسيا اهتمت باليورانيوم من سنة 1900. احنا عندنا الرمال السوداء برشيد الغنية بالثوريوم واليورانيوم، وما زلنا نبحث عن شركات أجنبية لاستغلال الجيد لهذه الرمال السوداء. كان ممكن أن يحدث ذلك في الأربعينات والخمسينات والستينات. احنا هنا في سنة 2019 وبندور على شركات أجنبية تساعدنا في هذا المجال. هو ده الفرق، مش مجرد نووي، حتى المواد النووية ما بنعرفش نتعامل معها، اللي موجودة الثروات الموجودة على أرضنا للأسف الشديد. على أي حال، المرحلة الثانية وهي التأسيسية، حيث حدثت أول نهضة علمية حقيقية لعلوم الفيزياء بداية من عام 1918 بعد ثورات 1917. عندها تم الاهتمام بإنشاء 10 معامل ومعاهد بعدد من المدن السوفيتية، كانت الأساس لنهضة بمجال الفيزياء بكافة فروعها وأهمها النووية. وكان تأسيس معهد الراديو عام 1922 حجر أساس، وكان على رأسه قيادات فذة من العلماء. وتميزت كذلك هذه الفترة بالبعثات الخارجية، وقد انتقل عدد من الشباب العلميين للعمل بمعمل رازرفورد نفسه اللي هو بقى أبو العلوم النووية يعني، حيث الاكتشافات العلمية الإشعاعية والذرية. وحصل يلي على الدكتوراه عام 1928، اللي بقى رجع وأصبح مدير أكبر معامل النووية اللي كانت مختصة بتصميم وإنتاج أول قنبلة نووية روسية. يعني العملية ما كانش جواسيس بس، يعني ده حتى شهادات دكتوراه في أكبر المعامل النووية في أوروبا. يعني أصبحت مدن مثل لينينغراد وكاركوف مراكز البحوث النووية والإشعاعية. ثم جاء دور أحد العلماء لويفا في تجميع العقول النووية في معاهد بعينها لتركيز الأبحاث النووية، وكانت هذه المعاهد مجهزة بأجهزة علمية كبيرة ومتقدمة تم تطويرها في روسيا. وبدء تنظيم المؤتمرات النووية والتي حضرها علماء لهم شأن من دول أوروبية، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. أي منذ بداية 1930 بدأ العمل المنظم داخل المعاهد وبإدارة عقول نووية وعلماء لهم شأن. وظهر الدور القيادي لكورتشوف أبو القنبلة النووية الروسية منذ منتصف الثلاثينات، التي شهدت اكتشاف النيترونات وأبحاثها في إنجلترا وإيطاليا وانتقلت إلى روسيا. المرحلة الثالثة تميزت بقى بالبحوث، وبدأ المؤتمرات اللي بيعقدوها ينشر فيها معظم هذه البحوث. فصل عناصر اليورانيوم، التفسير النظري للانشطار النووي، عدد النيترونات الخارجة والمنطلقة بعد الانشطار النووي إلى آخره إلى آخره. ثم لنتيجة لهذا النشاط تم ما يسمى إنشاء لجنة اليورانيوم لتنظيم البحوث بما يتعلق باليورانيوم سنة 1940 بتشجيع من الأكاديمية العلمية. ثم جاء الغزو الألماني لروسيا سنة 1941، هنا توقفت الأمور وأصبحت أكثر تعقيدا، لأن العلماء دول خدوهم وحطوهم في أماكن تانية عشان يساعدوا الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا بتطوير أسلحة مثل هذه الأشياء. في أواخر بقى 43 تم إنشاء لجنة للإشراف على البحوث العلمية والتقنية للطاقة الذرية، وخصصوا لها رجل للإشراف العلمي وراجل آخر للإشراف العام، وده كان رجل بوليس رجل مخابرات، لكن هو كان الدراع اليمين لستالين. فبدأت الأمور تجري للأمام بعض الشيء، لأن كان في ضغط
من العلماء اللي بدأوا يحسوا بالتقدم اللي بيجري في المعامل الأوروبية، بيلتقوا بعلماء في مؤتمرات بتجري، فحسوا بقيمة مثل هذا الكلام، فبدأت خطابات تطلع من العلماء للسياسيين الموجودين: يا جماعة شوفوا لنا حل لهذا الموضوع، الموضوع بيجري في أوروبا وفي أمريكا بسرعة أكبر. هنا بدأت روسيا تهتم بهذا الموضوع، وتم إنشاء ما يسمى بالمعمل رقم 2، هو بقى الأساس اللي انطلقت منه البرامج النووية الروسية. ولكن ما كانش ستالين يعني مصدق الأمور قوي، رغم إن هو عنده معلومات من أمريكا وعنده معلومات من بريطانيا، لكن ما كانش هو عنده هم آخر تاني خالص يعني. فالأمور كانت ذات وتيرة ضعيفة في الحقيقة، واهتمت بتوفير اليورانيوم اللازم إذا بدأ إنشاء هذا البرنامج، الدراسات النظرية، التصميمات، حتى 1945. هنا ما كانتش مفاجأة للروس في الحقيقة إن الأمريكان يفجروا قنبلة في يوليا للتجربة، ثم قنبلتين على اليابان. هنا بقى حس ستالين إن الأمور هتخرج من إيده، وإن التوازن الدولي اختل، وكان في بعض مشاكل بينهم، فجمع الناس وقال لهم: دلوقتي أنا عايز قنبلة بأسرع وقت ممكن. في سنة 1945 في أواخر بدأ الإعداد وإنشاء التجهيزات الخاصة بإنتاج البلوتونيوم، وبدأ الإنتاج الفعلي للبلوتونيوم سنة 1948. لو بصينا للأرقام اللي قدامنا هنلاقي بنوا 10 مفاعلات نووية حتى عام 1958، وارتفع العدد إلى 16 مفاعل نووي حتى عام 1965. ويرجع الفضل طبعا إلى عدد كبير من العلميين والمهندسين، ومن أبرزهم دولت سيل، مصمم المفاعلات الكبيرة الذي صمم العديد من المفاعلات النووية للاستخدامات العسكرية والبحرية وإنتاج الطاقة وأشياء أخرى كتير. الاتحاد السوفيتي أنتج من هذه المفاعلات 145 طن بلوتونيوم، وعلى مقياس قنبلة ناجازاكي زي كده اللي هي كانت 6 كيلو، ده يعني 24,000 قنبلة نووية باستخدام البلوتونيوم. هذه كانت قدرة الاتحاد السوفيتي.